دي كانت إطلالة على دور المدير في نظام النادي الأهلي وهيكله الإداري والتنظيمي، لأن المسألة مش سهلة. أنت متخيل إن في مدير تنفيذي بيدير 4 أندية، كل نادي منهم نادي لوحده دلوقتي؟ يعني ما هو المدير التنفيذي للنادي الأهلي عنده النادي الأهلي في الجزيرة، وعنده النادي الأهلي في مدينة نصر، وعنده النادي الأهلي في التجمع، وعنده النادي الأهلي في الشيخ زايد. توسع كبير جدا يقوده هذا الرجل في سيمفونية إدارية لو لم يكن هناك من القوة في هذا الجهاز الإداري التنظيمي ما كان الأهلي وما نجح الأهلي ولما سجل حسين حلمي شهادته بحق الدكتور سعد شلبي وقوة نظام النادي الأهلي. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف مخلفات القمة تكسب.